السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. سأتحدث معكم في تأويل سور القرآن العزيز. من رأى كأنه يقرأ فاتحة الكتاب، ومن رأى كأنه يقرأ سورة البقرة، ويقرأ سورة آل عمران، ويقرأ سورة النساء، ويقرأ سورة الأنعام، ويقرأ سورة الأعراف، ويقرأ سورة الأنفال وسورة التوبة، ومن قرأ سورة يونس، ومن قرأ سورة هود. وإن شاء الله بعد التفسير لنا لقاء آخر في تكملة مع باقي السور. هتكلم وأتحدث معكم من رأى كأنه يقرأ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. من رأى كأنه يقرأ فاتحة الكتاب فتحت له أبواب الخير وأغلقت عنه أبواب الشر. ومن رأى كأنه يقرأ سورة البقرة طال عمره وحسن دينه. ومن رأى أنه يقرأ سورة آل عمران صفى ذهنه وزكت نفسه وكان مجادلا لأهل الباطل. ومن قرأ سورة النساء فإنه يكون قائما للمواريث، صاحب حرائز من النساء وجوار، يرث النساء ويرث بعد عمر طويل. ومن قرأ سورة المائدة على شأنه وقوى يقينه وحسن ورعه. ومن قرأ سورة الأنعام كسرت أنعامه ودوابت ومواشيه ورزقت جود. أما من قرأ سورة الأنفال رزقه الله الظفر، رزقه الله الظفر بأعدائه، انتصر على أعدائه ورزق الغنائم. ومن قرأ سورة التوبة عاش في الناس محمودا ومات على توبة. ومن قرأ سورة يونس، من قرأ سورة يونس حسنت عبادته ولم يضره كيد ولا سحر. ومن قرأ سورة هود كان مرزوقا من الحرث والنسل. ومن قرأ سورة يوسف، من قرأ سورة يوسف ظلما أولا ثم يملك أخيرا ويلاقي سفرا يقيب فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا تكملة في باقي سور القرآن الكريم، والله أعلى وأعلم.